هذا هو الطاجين ديالي كيف كتشوفوا، طاجين المعلك ديال البصله وبيبي او تيك رومي، زينته بهذا البرقوق. هذا هو باقي الصراحه ما طابش مزيان، باقي ما طابش ليا، ولكن انا غير كنصوره معكم بحال قرب يطيب الصراحه، قرب بحال هكا كيجي. زدت فيه انا، زدت فيه في هذه المرحله شويه البرقوق، وزدت فيه واحد المعلقه ديال السكر سنينه باش تعسل لي المرقه اللي ما كيبغيش السكر، ما يضيفوش، فقط يكتفي بهذا الحلاوه ديال الزبيب وديال البرقوق. ممكن تضيفوا على هذا الطبق لوز، ممكن اللي عندكم. ممكن هذا هو الطاجين ديالنا، نتمنى انه يعجبكم ويرقكم. كيجي غزال وكيجي خفيف خفيف دغيا كيتكال هذا الطاجين، نتمنى انه يعجبكم. زينتو بالبرقوق انتو كيف كتشوفوا هنا، نتمنى يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير عليكم حبابي، كيف دايرين خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا النهار، مرحبا والف مرحبا. جيت اليوم بغيت نشارك معكم واحد الطاجين عادي، طاجين بالزبيب والبصله والبرقوق. ان شاء الله نتمنى ان تعجبكم الطريقه وتقبلوا على هذا الطبق. بسم الله على بركه الله. كنحتاج بالنسبه لهذا الطاجين، المهم درت غير طاجين صغير يعني على حسب العدد الاشخاص اللي عندك انت، ما انا غير عائله قليله. المهم كندير داكشي على قد جهدي وعلى قد اللي غياكلوا ليا وليداتي، يعني اللي غياكلوا وليداتي، ما غاديش نكثر بزاف باش ما يبقاش ضايع ليا، وحاجه قليله كتجي بنينه وكتجي زوينه. اتمنى ان يعجبكم الفيديو. المهم كنحتاجو الطاجين، طاجين فيه شويه ديال اللحم ديال بيبي او التيك رومي، نتوما حسب ديروا اللحم، ديروا اللي موجود عندكم، الدجاج اللي على حسب الجهد وعلى حسب الامكانيات، داكشي اللي عندنا غادي نديروا. المهم انا غندير واحد الطاجين صغير هكا انا وليداتي. هنايا بالنسبه ليا عندي التيك رومي تقريبا نص كيلو هنا، وعندي غندير شويه ديال، غادي نخضر هذا بالبصله وغادي ندير ليه البرقوق والزبيب، غنديرو شويه حلو حلو وملح، غادي نضيف شويه القزبر بعدا نتبلو اللحيمه ديالنا، غادي نديرو لها التوابل، شويه القزبر المهنوس، شويه القرفه هي الاولى، شويه سكنجبير، زنجبيل شويه غير كميه قليله، انا ندير بيديه، انا ندير التوابل بيديه. نضيف شويه ديال الابزار او الفلفل الكحل، الفلفل الاسود. ممكن لا عاوزين نديروا الفابريكا، ممكن ديروا الفابريكا، لكن انا ما غاديش ندير الفابريكا، نديروا شويه نتاع الملون، اللي كيحب الملون يديرو، اللي عنده الخرقوم ممكن يديرو، اللي موجود عندكم ممكن ديرو. غادي نضيف شويه نتاع الملحه، غير شويه بكميه قليله لان زوجي مريض وما كنقدرش نكثر الملحه، ندير شويه الملحه حيت اصلا ما كيبغيش ليا انا، ما كيبغيش الحاجه اللي كتكون مسوسه، ما كيبغيهاش ليا بزاف. ايوا الحمد لله، الله يشافي الجميع يا ربي، يعمر ربي يشافي الجميع. المهم غندير شويه ديال الزيت وغادي نتبل، ندير شويه شويه ديال الزيت، غير شويه وغادي نتبل الخليص، نتبل اللحم بعدا باش تدخل ليه التتبيله وتدخل ليه العطريه. هنا ما درتش الملون، ما درتش الملون، هانتوما نتبل اللحم باش تجيني اللحم بنينه، عاد نضيف فوق منها البصله. هانتوما ندخل ليا هذيك التتبيله مزيان في اللحم، ومن بعد غادي نضيف شويه الملون غير باش يعطيني لون، باش يعطيني اللون للطبق. غنخليه راقد في هذه التتبيله شويه، وغادي نقفل التليفون ونمشي ننقي البصل البصله هي هذه، ننقيها ونرجع معاكم باش ما نطولش الفيديو. رجعنا معاكم اخوتي، هنايا بعد ما درنا التوابل اللحم، ها انتم درنا ليها التوابل وخليناها واحد شويه حتى شربات لينا هذيك العطريه كلها، شربات لينا اللحم ديالنا، شربات العطريه.
غادي نجيبو شي تبصيل وغادي نحيدو شويه اللحم، نحيدو من الطبق وغادي نضيفو شويه البصله، نديرو شويه البصله في القاع ديال الطاجين، عاد نحطو اللحم لاننا الطاجين ما غاديش نشحروه، الطاجين ما غاديش نشحروه، واخا تبان لكم البصله كبيره راه هاد البصله دغيا كطيح دغيا كدوب. صافي وكنردو اللحمه ديالنا، ممكن نقطعو هاد اللحم ونديروه طريفات صغيورين. ها نتوما درت شويه البصله لتحت، عاد غادي نزيد عليها فوق من الطاجين، غنزيد البصله ونزيد عليها الطماط، ندير الطماطم غادي نزيد ندير البصيله من الفوق، سمحوا لي هكا نطفي عليها البصيله ديالي. هذا كيجي بحال داك المقفول اللي كيديروه في مراكش، الهضره تيسموه المقفول، ولكن كيديروه عفوا طاحت ليا شي حاجه. ها نتوما البصيله ديالتنا، وغادي نزيد عليها واحد شويه ديال الطماطم، غير شويه ديال الطماطم من الفوق. تاني غندير شويه ديال الزبيب، غندير عليها شويه ديال الزبيب ونرد الطبق ديالي يطيب. ما كاينه شي حاجه كثيره، غادي نزيد عليها مسليديه هكا، وندير عليها واحد الطماطيمه. نضيف هنا واحد الطماطم وصافي، نرد الطبق ديالي يطيب على المهل ديالو. ممكن ندير التوابل، نزيد واحد شويه التوابل من الفوق. في الاخير كنضيف واحد جوج المعالق ديال السكر، بلي طيب ليا طيب اللحم وطيب ليا البصله ويتعسل ليا الطاجين، غنضيف عليه واحد المعلقه ديال السكر، واللي ما كيحبش السكر ما يضيفوش. بحال هكا كنتمنى تكونوا تشوفوا مزيان. المهم كنخدم معكم انا بطريقه عفويه، الطاجين ديالي هو هذا، تيجي زوين. نضيف شويه القرفه من الفوق، شويه قرفه، وندير شويه زبيب على ما نجيب البرقوق، وكتا هو كندير البرقوق من الفوق. ها نتوما نضيف الزبيب وصافي، كندي الطاجين ديالي يطيب على خاطرو، يعني بيستوي على مهلو، بيستوي على مهلو. صافي كنضيف شويه زيت العود او زيت الروميه اللي موجود، نزيد شويه الزيت هكا، مهم بحال هكا كيطيب، ونزيد شويه الماء باش يطيب ليا في الطاجين. من الاحسن هاد الطاجين يطيب على الفخر او على الفحم. ها نتوما شويه الماء في الجوانب باش يطيب الطاجين. صافي ما كثرتش الماء، درت فقط كاس واحد ديال الماء، وندي الطاجين ديالي يطيب. ملي يطيب ليا غادي نزيد فيه شويه البرقوق معسل من الفوق هكا، ونزيد فيه واحد المعلقه ديال السكر سنيده باش المراق يجيني معسل. وصافي ملي طيب نوريكم كيف جا في الطبق التقديم. وشكرا لكم على المتابعه، شكرا لكم على المتابعه. هذا هو الطاجين ديالنا، كل شيء زوين فيه، نتمنى انه يعجبكم. خوتي العزاز الغاليين، ها هو الطاجين ديالي كيف كتشوفوا، صح كيبان شويه مظلم ولكن راه عرفتوا الكوزينه ما فيهاش الضوء المجهد. درت هذا البرقوق هنا، هذا زينتو به، دابا هو قربت، شوفوا على المريقه ديالو يبي شهي، كيشهي وزوين. ودرت فيه واحد المعلقه نتاع السكر، ممكن السكر تعملوه او ما ديروش السكر اللي بغيتو نتوما، فقط كتفيو بالزبيب وب هذا كيطلق لكم المذاق ديال الحلاوه. بالنسبه للبرقوق راه كيطلق المذاق ديال الحلاوه، والزبيب حتى هو كيجي بحال هكا معسل ومعلق، دابا باقي كيطيب الصراحه، ونتمنى انه يعجبكم روحكم. ها هو ها نتوما معانا،
صافي هادشي اللي صاوب، صوبت سلطه، سلطه حتى هي صوبت سلطه ديال سميتو كمرافقه لها الطاجين، ودرت الشوربه اللي كنديروا الشوربه المغربيه الفطور ديالنا، وشي حاجه شي تويشيات. نتمنى ان يعجبكم الفيديو.